والله انا ما بشغلش بالي بالحاجات دي. اقول لك على حاجه، انا اصلا عايز اسيب البلد كلها وهاجر. تهاجر؟ تهاجر ليه؟ طب اللي عايز يهاجر ده بيبقى عايز يهاجر عشان يعمل قرشين. انت ما شاء الله عندك كل حاجه، تهاجر ليه؟ عشان اعيش زي ما انا عايز. ايوه تعيش زي ما انت عايز. ازاي يعني؟ اعيش براحتي. براحتك ازاي يا حسن؟ براحتي كده ما بقاش في حد فوق نفوخي. عايش مع ناس فكه بتحب الدنيا، مش كل ما امشي الاقي حيطه سد وناس مجفله وشغلين نفسهم ازاي يغلبوا الناس التانيه وازاي يجهروا الناس التانيه وازاي يبقوا احسن من الناس التانيه، وشغلين بالهم ليل نهار ازاي يغلبوا ده وازاي ده ما يركبهمش ولا يتغلب عليهم. يا ريتال انا عايز اعيش اتنجل من بلد لبلد. وتتجوز بقى من كل بلد واحده مش كده؟ يا ريت. يا بجحتك يا اخي. انا صريح، اكذب ليه؟ ما دام انا نفسي في كده ايه اللي يخلينا داري؟ يا سلام بقى لو الواحد يقع في واحده فرنسويه ويختمها بواحده انجليزيه منشيه كده. منشيه كده؟ والمصريه مالها بقى ان شاء الله؟ مصريه؟ مصريه بتجلب في الاخر فوزيه على جبريه. على مين؟ كريمه مش كده؟ ما تزعليش مني بس انتم الصراحه معقدين. انا عمري ما شفت واحده الا وشغله نفسها ازاي تجيب التانيه الارض وازاي تطلع عينها. عندك ناديه هي اللي شايله البيت شيل، مين مطلع عينها؟ امي وعمتي. في الاخر يقول لك ايه ده مجتمع ذكوري والرجاله بتجهر النسوان، اقصد الستات. والله انت ما طبيعي. تاكلي ذره؟ ذره ماشي. ما نشوف اخرتها معاك ايه يا حسن. كل دي جنان يا ولاد الحرميه. ماشي. قلبي عندك يا ابو مروان. انا جليل. قولي الحمد لله يا ولدي اللي ربنا رحمه وما عذبوش. الواحد اللي ربنا بيحبه يا ولدي بيعجل في اجله من غير عذاب ولا الم. اتفضلي اتفضلي. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الله اخويا الله يرحمه الله يرحمه. قطع بيا. قطع بيك؟ جاي دلوقتي تقول قطع بيا؟ خالة أنا مش ناقص عتاب. عتاب إيه؟ أنا مش جاي عاتب، أنا جاي عشان أبقى جنبك. ولو إنك يعني عمرك ما رفعت سماعة التلفون وقلت أسأل على خالة جليلة ولا أطمن عليها. لكن هقول إيه؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ خالة أنا مش ناقص تبقيت. عايز الحج؟ أنا كمان غلطانة في حجك اللي عمري ما قلت أسأل عليك عشان أنت تسأل عليا، ولا حتى قلت انزل اطمن على كريمه وعلى بناتها. بصراحه احنا كلنا مقصرين في حق بعض. انت لسه فاكره؟ ده انا نسيت. يعني عودها؟ في ايه يا بت؟ انت ما كنتش عايزه نجي ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده انا مبسوطه اخر انبساط انك جيتي. لا. طب انا بقى عايزاك تنبصي على طول كده لان انا قاعده لحد الأربعين على قلبك. خش يا كريم. اتفضلي اتفضلي. زيد فضلك يا اختي. هو سهل. بيتك ومطرحك. خشي تعالي. عمتي كريم. ازيك يا نادي؟ قلب عندك يا عمتي. قلب عندك. عمتك تعبانه تكتمش على نفسها كده يا بت. تحبي تاكلي ايه على الغدا يا عمتي؟ اي حاجه، كل اللي تعمليه كويس. مش الست جليلة هنا؟ هنا في البيت؟ آه. فين؟ جوا مع عمي عبد الحكيم. ايوه تعالي هنا يا بنت. جات ميتة من ساعة ما طلعتي وقاعدة مع عمي وفوزية. روحي. طيب أهلا وسهلا ست جليلة. كريم ازيك يا ضنايا؟ ازيك يا ضنايا؟ انا دلوقتي بقيت كويس. شوف يا اختي شغل الحريم
يا مراري على كهنك يا كريمة. أي عزت، أنا الحمد لله كويسة. إيه؟ بتقول إيه يا عزت؟ صدر قرار التحفظ على الفيلا؟ طيب هكلمك تاني. سلام. أبويا عبد الله كان خيره على البلد كلها، والله والله البلد كلها زعلت عليه. البقاء لله. بنت مش كده؟ أيوة. بقية في حياتك يا حبيبتي. حياتك الباقية. بقية في حياتي. حياتك الباقية. تفضلي تفضلي جوه، تفضلي تفضلي. كنت كل يوم أهرب من المدرسة واجي أقعد هنا. إيه الملل ده؟ تهرب من المدرسة عشان تقعد هنا لوحدك؟ لا مش لوحدي طبعا. شكلك كنت مقضيها وانت صغير. حياتك انت، ما كانش فيه بنت في المدرسه الا وكانت واجعه فيا. وكلهم بقى كنت بتجيبهم هنا؟ لا انت فاكره ايه، ده انا محترم قوي ورومانسي كمان. انا كنت باجي هنا عشان يبقى الماء والخضره والوجه الحسن. طب يلا يا حسن، يلا عشان امي لو عرفت ان انا لحد دلوقتي ما روحتش البيت هتطين عيشتي. قوم. طب ما تحكي لي زي ما بحكي لك. احكي لك ايه؟ هو انت قلت حاجه يا ابني؟ انت كذاب، عينك كلها كده. فاكرني هبله هتضحك عليا بكلمتين؟ انا متهيالي ان انت عمرك ما قلت حاجه صدق في حياتك. قوم يا حسن، قوم يلا خلينا نمشي. طب والدوره؟ قوم يا حسن. مسير ابهرك يا بنت عمي. مصر حلوه، الواحد لما ينزل يوم والتاني يبقى مش عايز يرجع. انت بس عشان مش عايشه فيها. يا سلام، هو اللي يعيش فيها يبقى مش حبيبها ولا ايه؟ لا مش الفكرة، بس يمكن عشان انتي بتيجي مثلا تقضي مصلحة او تتفسحي وترجعي تاني، بس اللي عايش فيها طبعا بيعاني من مشاكل بتاع كل يوم. عندك حق، البعيد مش زي القريب، وعلى رأي المثل اليد في المية مش زي اليد في النار. وندي عندك ولاد؟ لا يا حبيبتي، زرم مش متجوزة ولا حد فينا متجوز. حقك عليا يا حبيبتي، انا اسفه معلش. لا ما يهمكيش. قلبي عندكم. شكرا. ناديه ابقي هاتيهم وتعالي. نيجي فين يا فريد؟ عندي. اقول لك عزماكم بكره على الغدا، ايه رايك؟ وانا علي عمايل المحشي، انما ايه ما تقوليش لعدوك عليه. متشكرين يا حبيبتي. احنا في ولا في ايه؟ في ايه يا وليه؟ مش قصدي. الله، قلبي عندكم. شكرا. شرفتي. هي مالها الولية دي؟ عايزة نفك في وسطها البعيدة. هي البت دي غزية؟ وحياتك زيهم واكتر. ايه ده؟ طب ما نروح لها البيت نتغدى عندها. اصل انا طول عمري اسمع عن الغوازي بس عمري ما قابلتهم على الحقيقه. مش غازيه ولا حاجه، بس عينيها يندب فيها رصاصه. دي ما شربتش القهوه اللي انا عملتها. بس على فكره البت دي مش بتحبك. ولا انا بطيقها. مش هنتغدى بقى؟ وانت يا بنت ما بتشبعيش؟ ده انت بقيتي عامله زي الجاموسه. كده يا ناديه، انا مش هرد عليكي عشان بنات عمي السكر دول. مالكيش حق يا ناديه، على الاقل يعني واحنا قاعدين يا شيخه مش كده. بالعكس، ده هو ده وقته. مال انا تتغدى ولا ما تتغداش؟ ما تخش المطبخ تفتح الحله وتلهف لها صباعين محشي. ده من الواضح ان الدنيا هنا خربانه خالص. بس على مين؟ وحياتك انت. انا جم بحريم البيت ده كله، بس اقول ايه؟ ابوي ماسكني من يدي وملجم لساني، بس مسيرها تفتح على البحري ساعتها تبقى بلعه وانفجرت. بنت يا كريم، مالك يا بنت كمشانه كده وفي نفسك؟ لا فك كده واجمدي، جوزك خلاص راح ما عادش يجي منه. لا لا يا بنتي لا، اوعي تعيطي ولا اشوف دمعه من عينيكي ولا تلطمي هنا. لا خش جوه اوضتك واعملي اللي انت عايزاه، لكن ما فيش حد من الحربيتين اللي في البيت ده يشوفوا دمعه من عينيكي. انت فهماني يا حبيبتي؟ وبعدين انت هتعملي ايه دلوقتي؟ ولا ما انا عارفه هعمل ايه. مش عارفه ايه يا بنتي؟ يا بنتي قولي لي، ده انا زي امك. وانا يعني هخبى عليك يا ام جليله؟ دماغي متلخبطه على الاخر ومش عارفه افكر ولا قادره ارسي على بره.
تقوليش هم. بقول لك ايه، انت لما تنزلي مصر انا حجيلك. انا محوشه 150 الف جنيه في البنك، عامله بيهم شهاده، وعندي كمان كيلو ونص دهب، لو عايزاهم خديهم، انا مش محتاجه لهم دلوقتي. شايلك العوزه يا ام جليل. عوزه؟ وهو اللي انت فيه ده مش عوزه؟ تصدقي لو حكم يطبع لك شقتي هبيعها. ربنا يخليك ليا، ان شاء الله ربنا هيسترها باذن الله. وانا مش هسيبك. اما ليه؟ لا اصل انا مش جايه كده على الفاضي، انا جايه وعارفه ان جبريه قاعده بتخطط وبترتب وبتنفذ عشان تاخد كل حاجه. عايزه ترقد على البيت كله لحد ما يفكس وتاخد هي كل حاجه. لكن انا مش هسيبك يا بنتي، مش هسيبك، انا معاك على طول، وربنا معانا ان شاء الله. ربنا موجود، ربنا موجود. شوفي مفيش اسخم ولطيم من انك تتجوزي وتسكني في بيت عيله. بس الناس عندكم كلها كده. ما هي دي المصيبه. قولي لي يا ناديه، هو انت ليه ما كملتيش تعليمك؟ صحيح يا ناديه، ليه؟ بيني وبينكم انا ما كنتش غاويه قوي، يعني انا كنت بذاكر عشان خاطر مروان. يعني انت كان عينك على الراجل تشنكليه وبعد كده تبطلي؟ يا اختي حتى يعني لو كنت كملت وبجيت دكتوره اخرتها ايه يعني؟ برضه كنت هقعد في البيت، ما حدش كان هيرضى يخليني اشتغل. لا بس اعتقد ان مروان مش كده. مروان مين؟ الكل هنيه ما يقدرش يقول تلت التلاته كام، لا العمي ولا الجبريه. ايه ده؟ يعني انت عايزه تقولي لي ان لا مروان ولا حسن ليهم كلمه؟ يعني محدش فيهم يعرف يخرج من هنا؟ وحياتك انتي، ولا حتى فتحي جوز شمس. احنا هنيه زي اللي في المعتجل، محدش يقدر يطلع غير لما الباشا اللي ماسك المعتجل يوافق، ومفيش مليم يتصرف الا لما عبد الحكيم يوافق. يعني انتي عايزه تقولي لي ان مروان زيه زي اي واحد بيشتغل في الارض او التجاره بتاعت عمي؟ وحياتك انتي، ولا يفرق عنهم حاجه. هو عايزك ده، عبد الحكيم مش عاوز حاجه تخرج من تحت يده، بس الشهاده لله وراجل طيب. طيب وهنعمل ايه بتبتو دي طالما ملجم كل حاجه؟ وبعدين هو هيبقى شرير ليه؟ هو في حد بيقوله تلت التلاته كام علشان يكشر عن انيابه؟ ايه يكشر عن انيابه دي؟ ما تاخديش في بالك، عندكم الدولاب البسوا اللي يعجبكم، ده لو عجبكم حاجه يعني، وانا اروح ابص على المطبخ. هو انت مش قلتي ان كل حاجه جاهزه؟ لا بس الخدامين لازم يبقوا موجودين قدام جبريه هانم وكنتسه فوزيه، ولا ناخده مخالفه ونتحرموا من الاكل. ده ايه العيشه دي؟ ما عرفش انت عايز تقول ايه يا مروان؟ عايز اقول ان مرتي عمي هتطلب اللي ليها. وانت بقى شايف ايه اللي ليها؟ ما عرفش، انت اللي تعرف. طب عشان تعرف اللي ليها وتفهم كلامي زين، اللي ليها هو اللي انا اقول عليه والديون اللي عليهم. اللي اعرفه ان البنك هيحجز على القصر اللي هم عايشين فيه. يا كبير، هنسيبهم يعملوا كده؟ شغل بالك ليه يا مروان؟ شغل بالك ليه؟ انا لو نفذت اللي هم عايزينه يبقى بهد اللي انا بنيته واللي جدك الله يرحمه بناه، لكن ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطر اخويا الله يرحمه، لكن بعد ما راح ما عادش في حاجه. مرته عايشه؟ مرته وبنات عمي كمان. وبناته، مرته اللي طردتنا، وبنات عمك اللي ماشيين على حل شعرهم. انا ساكت بس عشان خاطر دم المرحوم ما بردش. طب هنعمل ايه؟ انت شاغل بالك كده ليه؟ شاغل بالي كيف؟ دول اكيد هيسالوا. يسالوا؟ ليه؟ انا اقول له قول له ما عرفش، روح للحاج الكبير. ما عرفش هي؟ عايزني ابقى الكبير وما عرفش اي حاجه؟ ده صح؟ هعمل لهم مرتب شهري. خمس تلاف جنيه. في ايه مالك؟ طب لعلمك
أكبر موظف فيك يا نصر لما بيطلع معاش ما بياخدش الخمسة. ها اسمع مني أنا اللي فاهم. قاعدة في البرد كده ليه؟ ايه الشاي ده؟ مين اللي عاملهولك؟ ده البت المفيدة شغالة هي اللي عاملهولي. طب اديها صوت كده خليها تعملي كوباية كمان. لا انسي دي عملته ونامت. صحيح هي مش المفروض شغالة هنا ولا ايه؟ خدي خلاص انا مش عايزة. نخمس يعني ولا ايه؟ يا ستي نخمس. ايه ده يا شهد؟ ده حبر. تشربيه ازاي ده يا بنتي؟ انا عارفه بقى، انا قلت لها تعمله خفيف عملته كده. امال لو كنت طلبت تقيل كانت عملت ايه؟ المهم بقول لك ايه، رؤيتك للموضوع ايه؟ مش فاهمه قصدك ايه. هو ايه اللي مش فاهمه قصدك ايه؟ يعني عمك كده هيدينا حقنا ولا لا؟ يدينا حقنا؟ تبقي قابلين يا ماما، ده احنا من ساعه ما جينا ما جاش ولا قال لنا بتعملوا ايه ولا انتوا فين، وقعد من ساعتها في المكتب وكل شويه حد يدخله، رايحين داخلين عليه، حسن شويه مروان شويه، تحس كده ان هما بيتفقوا علينا ولا ايه؟ تعرفني الواد حسن ده طلع وسخ قوي. عرفتي منين؟ هو ايه اللي عرفتي منين؟ باين عليه طبعا. انا عايزه الصبح كده لما اصحى اخده على مشامه كده ادحلبه خليه يجيب اللي في بطنه كله. ايه ده؟ هو انا ليه حاسه ان انا قاعده مع ناديه؟ ايه يا بنتي الالفاظ دي؟ بس انت مش فاهمه اي حاجه. أنا لازم أعرف الأراضي بتاعتنا من اللي فين، لازم أعرف الحزام بتاعنا من أنهي حتة لأنهي حتة. إيه حزام ده بقى؟ مش فاهمة. معرفش، سمعتهم بيقولوا زمام حزام حاجة كده. المهم يعني إن أنا عايزة أعرف أراضينا من اللي فين بس. معلش هو حسن بقى هو اللي هيقولك أراضينا دي فين؟ وحياتك أنت اللي خليه يقولي مكبش عربته فين. تضحكي؟ بس ضحكتيني. بس اللي هيقولوا علينا بنضحك وأبونا لسه ميت ياكلوا وشينا يعني. ريتال انتي ما كملتيش يوم هنا وبتتكلمي كده، امال لو قعدتي شهر على بعضه هتعملي ايه؟ تبقي جبريه مثلا؟ جبريه مين دي؟ طب انتي عارفه؟ انا امسك جبريه على فوزيه واحطهم في الخلاط وفي الاخر اطلع بيهم انا. تحكيش بس. خير؟ خير منين وانت لوي بوزك كده؟ انت عارفه لا بحب الطريقه ولا الكلام ده. طول ما انا عايشه في البيت ده هتبقى هي دي طريقتي وهو ده كلامي. اعمل ايه؟ محدش بيكلمني ولا ياخد ودي معاي غير بالطريقه دي. تعالي تعالي جنبي، تعالي. بركه انك عاوزني جنبك. تعالي قولي لي ايه اللي مزعلك؟ امك. ايه تاني؟ عمك. طيب في حاجة تانية مزعلاكي غير أمي وعمتي؟ أنا عايزة أطلع من البيت ده، عايزك تاخد لي بيت ليا لوحدي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ أنت اللي عارفة يا نادية، أبويا مش هيوافق. وهو أنت صغير عشان أبوك يقول لك آه ولا لا على حاجة زي دي؟ أيوه، إحنا هنغلطوا تاني؟ أنا عاوز أعيش معاك في بيت لوحدنا، ناخده وند ونبقوا على راحتنا، اعمل اللي انا عاوزاه وقت ما يعجبني، مش اصحى من النجمه زي اللي في الجيش، دي ناقص توقفني في الطابور يا مروان. اضحك وانت خسران حاجه، ما انا اللي باخد فوق راسي. هتظبط وتروق ان شاء الله. على ما تظبط وتروق، اكون انا كرمشت واسناني وجعت وبقي عندي 100 سنه. خلاص. رايح فين؟ انت مش نافع معاك اي حاجة. زينب؟ آسف، أنتِ لسه صاحية؟
مش عارفة، ما جاليش نوم خالص، مش عارفة انام. براغيت وكده؟ ما هي البراغيت طبعا اكيد سبب يعني، بس بصراحة انا كنت بفكر في بابا. الله يرحمه، ادعي له. بدعي له والله يا مروان، انت مش متخيل هو قد ايه كان حنين قوي وطيب. تعرف ان انت فيك كتير قوي منه؟ اول مرة حد يقول لي كده. لا بجد، كان زيك كده طول الوقت هادي كده وساكت، بيفكر في حاجات كتيرة قوي وعنده أسرار كتيرة قوي، بس محدش يعرفها إلا هو بس. كل واحد عنده أسراره وهمومه كمان. طب قولي بقى، أنت إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ أنت والكلام اللي قلتيه. معاك يا حاج يا زينب، معاك يا حاج. اسمعي، أنا عايز أقولك على حاجة. قول. أنا عمري ما حبيت نادية. يعني إيه؟ ما عارف شيء. اللي عارفه إني مش هقدر أطلقها ولا أسيبها. شكله مكتوب علي عيش كده وقدري. طب أنت مش ممكن تكون بس زعلان منها زيادة شوية؟ أنت فاهمة أنا بقول إيه؟ الكلام اللي قلتيه يا زينب ما نسيتهوشي، محفور في دماغي. ما انا بقى خايفه ان يكون الكلام اللي انا قلته لك ده هو اللي خلاك تقول كده دلوقتي. لا لا، اسمعي، انت ايه مش عايزه تنامي؟ انا حاسه انها تعبانه شويه، انا هطلع انام. تصبح على خير. ايه يا عبد السلام؟ مش وقته خالص يا كريمة الكلام ده، الموضوع ده بالعكس ده وقته قوي، خصوصا ان جليلة هنا. يا كريم هيفتكر ان كل اللي يهمنا الفلوس واحنا لسه دافنين الراجل. وانت فاكر يعني ان ده سهل عليا؟ لا، انا قلبي بيتقطع. الليلة اللي قعدتها في البيت الكبير خلت كل الفيران يلعبوا في حبي. المكتب ومقفول، وشوية وعبد الحكيم ينده لحسن، وبعديه مروان، وبعديه فوزية، وشوية تعالي يا جبرية، وانا وبناتي قاعدين زي قرد قطع ملناش 30,000 لازمة. طيب يعدي اسبوع كده ولا حاجة يا كريم؟ بقولك ايه، انا مش قاعدة وانا عارفة مصلحتي كويس قوي، وكمان عارفة راسي من رجلي. الله، خلاص أنا هتصرف. ولا بتتصرف ولا بتعمل حاجة، كل مرة تقولي هتصرف وما بتتصرفش. لا مؤاخذة، معلش ما تزعلش يا عبد السلام، أنت أخويا الكبير وأنا جايالك عشان تقف جنبي وتبقى سندي وظهري وتجيب لي حقي وحق بناتي اللي هيضيع. إيه؟ إيه اللي جابك يا حزينة أنت؟ إيه اللي جابني؟ جاي أشوفك، ما تخافش ما اتخنقتش. ها قلت إيه؟ الكلام في الفلوس دلوقتي هيجيب مشاكل. مشاكل ليه يا ابوي؟ مش حقها وحق بناتها؟ وانت مين اللي قالك تفتحي خشمك ولا قال تتكلمي اصلا؟ الله، وانت زعلان ليه؟ ناديه بتتكلم صح، حقي وحق بناتي. استنى انت يا كريم، يلا يا بنت ماشي على بيت جوزك، يلا روح، روحي بيت جوزك. جوزي؟ وهو فين جوزي ده؟ ده يا اما بره يا اما مع ابوه يا اما نايم، وفي الاخر يقولوا لي ما بتخلفيش ليه؟ تيجي منين الخلفه يا عم تقولي لي؟ يا بنت تكتم يا بنت خالص. يا عبد السلام خليك معايا انا، هتعمل ايه؟ مفيش كلام، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. كلام في الموضوع ده لسه بدري عليه، انت فاهمه ولا مش فاهمه يا كريمه؟ طالما انت بقى راكب دماغك كده ومش عايز تكلمه، انا اللي هروح واكلمه بنفسي. بقولك ايه يا عبد السلام، انا شم يا اخويا ريحه مش عجباني، وانا بقى عايز اعرف الحقيقه ايه. خلاص أنا هشوف فرصة النهاردة كده كويسة وأكلمه فيها. رايح فين؟ أروح أشوف إيه اللي بيحصل.
اوعي تسيبي حقك يا عمتي، دول ياكلوا مال النبي. عارفه يا ناديه، عارفه يا بنتي. ولا يا بنت حكايه جوزك دي اللي بياكل وينام؟ انا عارفه هو بقاله مده كده. ها وانت مسقعه ودانك وساكته؟ وانا اعمل ايه يعني يا عمتي؟ دوري ورايا يا بنت، لا يكون لايف على واحده كده ولا كده. لا لا مروان مش بتاع الحاجات دي. يمكن مروان مش بتاع الحاجات دي، انما في نسوان يا بنت بتاعت الحاجات دي ونص. يا مري تقصد تقولي ان في واحده لايفه عليه واكل عقله؟ ولي لا، ما هو مش طايقني خالص. اهو اديكي قلتيها، مش طايقني خالص. قلت ايه؟ قلت لك سيبنا دبر الامر. ما فيهاش تدبير، كلها انت بس. دلوك؟ ايوه دلوك. انت مجنون يا عم. اسمع اللي بقول لك عليه، هو ده وقته. احنا نشبك ونعلق وبعدين نفكر وندبر. انت عايزني اجوزك عمتي عشان تشفطها؟ اشفط ايه يا عم؟ بقول لك ايه، همضي لك على الشيكات وانا ببيع لك ثلاجه. اسمع مني، المصلحه واحده. مش راكبه في دماغي. قولي كده يا بنت من الاول. عريس صح الكلام ده؟ امال بهزر. حلو قمر، يعني طول بعرض كده وقيمه. امال ايه؟ بس مش وقته الكلام ده. هقوليه لي عبد الحكيم وعبد الله الله يرحمه لسه ميت. يا دي حظي الاسود المجندل. انت بس قولي اه وهو هيستنى. اولاه على ايه؟ مش لما اشوفه الاول. يا سلام، من عينيا هخليكي تشوفيه. صح يا بت؟ كيف؟ انا هدبر الحكايه دي، مالكيش انتي صالح. ماشي. انت بتنيلي ايه؟ لا هتشوفك تبقى مصيبه. اسكتي، مش فوزيه جالها عريس؟ بجد؟ والله اعملوا ايه؟ مش. يعني اخيرا هتجوز؟ وهتبقي عروسه زي القمر. والبس فستان فرح ابيض. احلى فستان. واحمل فرح ويبقى 7 ليالي شهر وحياتك. واكيد الاعادي وغيظهم، والبلد كلها تحكي وتتحاكى عن الفارس الهمام سيد الرجاله اللي اتجوزته فوزيه. دول هيتهبلوا عليه. نفسي اعرف انت بتختفي تروح فين. بروح فين يا حسن؟ زي ما انت شايف هنا. انا بتكلم على اوقات اللي محدش بيلاقيك فيها ولا عارف مكانك. وقت كده تختفي كانك عفريت. حسن اخلص وقول لي انت عاوز ايه. انت مش هتلف وتدور كده علي الا لو كنت عاوز حاجه. مروان انا ليه حاسس اننا بعاد عن بعض؟ ازاي يعني؟ يعني انا ما اعرفش عنك حاجه ولا انت تعرف عني حاجه، ولا بتسالني رايح فين ولا جاي منين ولا بعمل ايه. يعني يا حسن انا لو سالتك انت هتجاوب؟ ده انت كنت هتقول لي انا مش عايز حد يتحكم في تصرفاتي. هقول لك طبعا كده وهتضايق، ممكن اتخانق معاك كمان، بس يعني الرمية اللي انت رميها لي دي مش غريبة شوية؟ لا يا ود ابوي، انا مش رميك، انا عارف انك صايع ودماغك مفيش، بس مش خايف عليكم اطمن. عارف ليه؟ عشان انت مش غبي. بس انا مش مطمن عليك يا اخوي، مش بتفكر تخلف ولا بتحاول تغير حياتك ولا حتى بتفكر انك تتجوز تاني، مع اني عارف ومتاكد انك مش مبسوط مع نادية. ايه، خايف تزعل عبد السلام ولا مش عايز تزعلها وخايف على مشاعرها؟ ايه يا حسن مالك؟ هو
بجديه اكون انا غلط؟ لا مش غلط، حلو انك تخاف على اللي حواليك وتعمل حسابهم، بس مش حلو ان حياتك تروح منك. مروان انت عمرك عملت حاجة غلط قبل كده؟ لا بجد، ما هو انا لازم اعرف، اصل انت يا مروان لو ما عملتش حاجة غلط قبل كده تبقى كارثة، مصيبة، تبقى مش طبيعي، ولازم تسلمني نفسك. لا يا سيدي، خليك انت في حالك وهملني انا، هملني في حالي. كيف اهملك في حالك؟ انت كده مش عايش، انت كده ميت. وليه ما تكونش انت اللي غلط وحياتك كلها غلط وتفكيرك غلط؟ ليه عايز تثبت ان وجهة نظرك هي السليمة؟ ليه؟ انا مش خايف عليك من الناس، انا خايف عليك من اللي هنيه اللي بتفكر فيه. كلام كبير، دايما بسمعه من الناس العواجيز، وانت مش كبير قوي كده يا مروان. يا مروان انا لو منك الف الدنيا العالم كله، احب اعيش. تعرف القلب محتاج كل فترة انه يتنشط، يوجع، يتعذب، يحس بلوعة. يا مروان انت لازم تبقى فيه في حياتك واحدة بتحاول توصل لها وهتموت عليها، وتقعد طول الليل تفكر ازاي تخليها تحبك، تبقى مبسوط وانت بتتكلم وياها، تشتري لبسك عشانها وتبص لنفسك في المراية، وتبقى عايزها اول ما تشوفك تبقى هتموت عليك وما تشوفش حد غيرك، تبقى مهندم في نفسك عشان لما تشوفك في اي حتة تبقى مبهورة. هو ده الحب يا حسن؟ اه هو ده الحب. ما الحب ان انا افضل قاعد ساكت واتحمل حاجات كتير مش قادر عليها مع شخص انا عارف ان مفيش بيني وبينه اي حاجة مشتركة. انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي، وقول لي كنت عاوزني في ايه؟ ابوك ناوي على ايه؟ ابويا في ايه؟ ناس عم؟ ما عرفش. كيف ما تعرفش؟ مش انت دراعه اليمين وحافظ الاسرار؟ سالته وقال لي مالكش دعوه بحاجه. مالك؟ كده يبقى ابوك مش عايز حد فينا يعرف اي حاجه، ولا يكون ليه يد في اي حاجه. من الاخر كده زينا زي اللي بيشتغلوا تحت يده في الارض. الفرق الوحيد اننا اولاده، فالناس تحترمنا زياده شويه. سلام.